بسم الله الرحمن الرحيم. سر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. شوف الله عز وجل يقرن في القرآن بين أذية المؤمن وبين أذيته سبحانه وتعالى. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما. شوف هذا يؤذي الله ويؤذي رسوله، ثم ذكر بعد ذلك أذية المؤمن والمؤمن، مع أنه واحد ما يقدر يؤذي الله عز وجل، ما نقدروش نؤذي الله على الحقيقة أبدا أبدا، على الحقيقة ما يمكنش، ولكن نؤذي مقامه سبحانه وتعالى. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، نؤذي مقام العزة سبحانه، نؤذي مقام ألوهيته وربوبيته وعلوه وعظمته. الله عز وجل قلت لي كي أذي الله كي أذي الرسول، وهدر لنا على الناس التي أذي الناس إني تأذني وذاني. وإلا جينا نحسبوا أنواع الأذية، أنواع الأذية لجينا نحسبوا، راه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله من اللي تقرأ الشرع ترى عجبا ترى عجبا ترى عجبا. ملي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان بينهما ثالث، بينهما ثالث اثنين اثنق كي نغوي الثلاثة، وش نشلش في الغوين دياسي نغال حتى شينيخ أنجو النظري توحدث ثلاثة بينا نهضروا أنا واحد نجبدو الطرف نهضر معه نخلي الأخر. قال لك لا 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 عش، فإن ذلك يحزنه. خخ من غير كم واحد صدي غيار خضع نسيني مي من خفي تفان وتخسر سربوني وتخسر سرموس وتخسر خدمش وتخسر تمنية وتشي ذقرة وتسوي طموز وخسر ذي الزور وتخسر الحبس وتسقير ليش نحش من السقير شعر ذوات السور ذاك يسوع يقرش لا لا يتناجى اثنان بينهما ثالث فإن ذلك يحزنه يحزنه. قد آذت فش قد آذت قد آذت نفسيا آذت نفسيا شو شو ذا سرخضع نسصح شوش ذاس الخضع شين وجين شوش الخضع يوذان شين غيع يذمن يوذع شين غزي وذان غزي ذن وشين زي ذن شين سكفسني ذمن شين سموه يذن وشين وضعر يذن شين جيث يتقع عليه كوخر حق الناس شين جيث يوير شين جيث ويث ما ذير هكش غر الناس شن جيت يسمح لي فاوان زيد خدمة ذي نسيت مسجدة باش ادي عرف راهم كنس. الله اكبر ني غاش كيغروضو احقدتو غطي ممروح خرج برا خرج برا سير انت ما فاهم والو انت ما فاهم والو تيضمس لاقبي تيضمس تيشي يقرم ميد المارة توزني قرش ني غاش السنة ما ثالثين ما فين ديها روح شكوى غاك بوري احقدت سيون خسنش شكروح شكروح راجع مني على الإسلام صاحبي روح. أبينكم إن الله ربي غيتجاوز عليك، بينكم إن الله ربي غيغفر ليك، ملي غيكون الذنب والإثم والمعصية بينكم إن الله عز وجل ربي قادر قادر العفو والغفور الرحمن. أشياء أعمقك يعفو شي غفان، لأن يوم القيامة بينكم بينه بينكم بينه ربي عز وجل من غيك ما يفعل الله بعذابكم شغيد ربي بالتعذيب ديالك غيغفر وغيتجاوز سبحانه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يوم القيامة. ولكن من اللي غيكون معك طرف ثالث أنت وربي واحد خر واحد خر ذويني قلتوا أحسن واجبوا ربي ذويني الشير واجبوا ربي كتولي يوم القيامة راهين راهين أنت القضية ديالك راهينة راهينة بواحد واحد الخصم آخر واحد خرتي نزعك واحد خرتي تسنى حقه يجنظني ربي عز وجل شيفك. ولكن وين دي هذا شي تواصل هذاك اللي دي تسعى ما تكسترش عليك الخصوم يوم القيامة صاحبي ما تكسترش عليك الخصوم يوم القيامة. ما رغيك قضية ذي المحكمة جاء اثنين يوذان ثلاثة يوذان الطاس ما رغيك مية يوذان مية ميتي ثلاثة مية ربع مية خمس مية اش غدير اش غدير كي غدفكها ما اش غدفكر كنت يكسل الله اكبر الله اكبر العمرة الحج العمرة الحج العمرة الحج الصالة النافلة انا اثن غيظة انا اثن غيظة يا زيت قذف هذا شتم هذا غش هذا كذب على هذا خان هذا غدر هذا أكل مال هذا ظلم هذا ابتز هذا أخذ الرشوة من هذا عنف هذا سفك دم هذا
طلق هذه، اعتدى على هذه، ضيع هذا، أفسد خلق هذا، ضيع أبناء هذا، خدر هذا، خمر هذا، أفسد هذا، يأخذ هذا من حسناته، هذا من حسناته، هذا من حسناته، هذا من حسناته، هذا فنيت حسناته، سلال حسن السلت. ولكن ما زال تعسني وذان، ما زال المحكمة الإلهية قائمة، وما زال الناس تطلب حقها، ما زال. شحال من واحد، شحال من واحد قليتيه وضمصتيه وغرقتيه وتفليتي عليه ولعبتي عليه وزورتي عليه وغشيتيه وغديتي درتك، شحال من واحد، شحال من واحد بتزيتيه واضطريتي انه يعطيك ويرشيك، شحال من واحد، شحال، شحال من واحد، شحال من واحد سمصرتي فيه، شحال، شحال من واحد، شحال من واحد خدمتي ليه وما وفيتي ليه، شحال وكذبتي عليه، شحال من واحد، شحال من واحد ضيعتيه، شحال من واحد، شحال من واحد. اش غادي يكل كيف تدلهم؟ ثانيه الحسنات 2 فرانك نيتي ويضر، ماشي جبال تهامة، قنشين ودري ويبو جبال تهامة، قنشين يوديش 2 فرانك وها الله أكبر نتزجى رعقر نقضي بعرة يوم القيامة كي غدره. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا يا رب.